ورا الفيضان مال 54، انبنت بزمن الملوك بحكومة نوري سعيد، انبنت على أساس سكن للجيش. صارت ثورة تموز، عرضوها على عبد الكريم قاسم، قالوا له هاي اكو هالشكل بناية 1000 دار موجودة، قال شنو وزعوها على الناس الفقراء أبناء الجيش والشرطة والعاملين معهم. الحداثة صارت بالألف دار، يعني الحديث الحلو اللي بيها كانت 1000 بيت صارت 3000 بيت، كل بيت انقسم 3 أقسام 40 ب60 وفوق همينة يأجروا وينبني. بس أنا أقول لك صعدة العقارات بيها، يعني المتر وصل المليونين يعني. خدماتها خدمات قديمة منطقة، يعني ما أعرف إنه ما بيها مثلا ما بيها فد مسؤول كبير حتى يعتنون بيها.